تحية سام ممفيس، وما زال أنا سام ممفيس للأدوية، وما زلت أتوقع له مزيد من الصعود، ولكن أنا عايز تصحيح، يبقى عندي تصحيح مكتمل، وأعتقد أن التصحيح ده شبه مكتمل اللي حصل هنا، لكن لسه لن يعطي لي إشارة. أنا عملت تصحيح على شكل اي بي سي واضح، عندي هنا عملت A، عملت B، عملت C، لسه لن يعطي إشارة الصعود حتى الآن. ولو جينا ناخد فيبوناتشي وقلنا عايزين مستويات الميت فيبو، اعتقد ل 127 فيبو، اعتقد التصحيح ما زال، وما زال عندنا لو رحنا على فريمات صغيرة ما زال الزخم البيع عندنا بيزيد. وانا ممفيس اتخوف منه في المناطق دي لسبب، ممفيس لو هيصعد هيصعد هيعمل موجة ضعيفة جدا، واعتقد ان ممفيس انهى صعوده. ليه بقول الكلام ده؟ لو رحت على الفريم الديلي تاني هلاقي ان انا بعمل الموجة التالتة، والموجة التالتة انا كمان عملت خدت مستهدفاتها بمنتهى البساطة. الموجة التالتة بتاعتي المفروض انها بتنتهي عند مستويات ال 161 فيبو الى 200 فيبو، اعتقد ان انا وصلت لمستوى 161 فيبو كمان وكسرتها. حاليا ماذا انتظر؟ انا عايز تصحيح حتى يوصلني لمستوى 56 جنيه، بحيث ان انا استهدف الشراء تاني المستويات اللي عندي ما بين ال 73 لحد مستويات ال 88 جنيه، واعتقد ان السهم ده يكسب مستويات 85 جنيه، ولكن انا عايز ادخل من مناطق جيدة. لو انت في السهم والسهم عكس عليك ما تقلقش، السهم له أهداف صعودية، وأعتقد إن إحنا ممكن نعمل قمة بسيطة وبعد كده نرجع نعمل التصحيح الكبير، وأعتقد دي مش أفضل ممكن ندخل فيها. وكمان لو لقينا هنلاقي محترم مستويات 160 160 فيبو بقوة وبيبتدي منها، ده دليل إن إحنا رسمين فيبوناتشي صح، وفي تناغم مع فيبوناتشي في كل المستويات بتاعته. حاليا بنزل ننتظر، أنا عايز تصحيح حتى يوصلني آخد حتى نفس طول الموجة دي اللي أنا قلت عندها. أنا خدت ضلع، هاخد الضلع التاني حتى يديني مثلا مستويات المية، هلاقي نفسي رايح 127 فيه، هلاقي قريبة جدا من المستويات اللي أنا بقول عليها اللي هي عند مستويات 56 جنيه. خلينا ننتظر ونشوف، وبرضو خلينا نسحب ترند فرعي كده صغير على آخر موجة هبوط. أي صعود قوي هنستهدف الشراء، حتى لو صعد ونزل تاني مش هنخرج، احنا هدفنا هيكون عند على الأقل مستويات ما بين ال 75 جنيه لحد 88 جنيه، واعتقد ان احنا هنكسر مستويات ال 88 جنيه. وبالتوفيق.